أعتقد بأني أملك ثقة، وأنا أتأكد يعني لو ما مؤمن بنفسي أنه قوي ما أقدمت على المرحلة. ما هو غرور، ولكن أنا عندي ثقة باللي أقدمه يعني. هذا كل ما في الأمر. محمد مزيريب الشمري من السعودية حفر باطن. يا مرحبا يا أخي محمد، سمعنا قصيدتك. مضى الشاعر اللي ما قسى يوم جرحه زاد، يذوب الحبر بالطرس ويعانق جراحه. هنا جيت شاعر ما رضخ حلمه الوقاد، نتاج الورق وعلوم وافكار قداحه. ما يرضي غروري مدح يا لجنة النقاد، انا الحين بسبككم على شاطئ الراحة. والله لجنة التحكيم هم عدة امزجة وعدة ادوار، وانا مؤمن فيهم، فلذلك اقدمت على المرحلة دي. فاتمنى ان تحوز على رضاهم. هذا تحدي مبكر جدا. ثقة نقدر نقول. الحين الشعراء يتحدون بعضهم، تحدي لجنة التحكيم. لا مو تحدي هذا. لا طبعا بالعكس، تحدي جميل انا اشوفه. اي لازم يكون الشاعر واثق بنفسه. الله يعافيك. قصيدة رائعة جدا من اول بيت، شاعر جميل مميز، وحضورك والقائك ايضا لا يقلون عن مستوى القصيدة. شهادة تصفيح حبيبي. وجيز واتمنى لك التوفيق. الشكر الشكر. محمد انا عجبتني القصيدة كثيرا. وإلقائك الجميل كذلك يعني أوصل إلي مشاعرك التي نتجت عنها هذه القصيدة. والإنسان يجب أن ينطلق بالحياة ويبتعد عن كل ما يسبب من الآثار السلبية تأثر على مزاج العام. يعني الحياة حلوة بالنهاية. يستاهل محمد، محمد شاعر بطل، انت شاعر جميل. الله يفيك أبو خالد. وأنا أجيز محمد بتميز للأمانة، هذا الأسلوب الراقي يستحق الإشادة.